ماركيتش انه هذا ما يقدرش يكون عنده علاقه مع اخر زياره لمساعد وزير الخارجيه الامريكي للمغرب، وين يعني في عقر ديار المغرب، وقال لهم يعني الصحراء الغربيه، وقال لهم تحل علاقه بالصحراء. سؤالي بالفرنسية حول مسألة الصحراء، هل هناك تغير في الموقف الأمريكي حول هذا الأمر؟ شكرا. ليس هناك تغير في الموقف الأمريكي، هناك تغيير في مستوى الخطاب هذا تري فولغاريزي تري فولغار de dire genre on simplifie les choses hein, quelque genre on... il y a un minimum de responsabilité qu'un مستوى اقل تقدير لازم يكون عندنا مستوى في الخطاب وين ما نمدوش des informations juste pour parler et dire que qu'on sait ou là qu'on connaît les choses alors qu'on n'a pas des informations les informations اللي راك تهضر عليهم ماهمش عندك انت يا محمد، راه عند المؤسسات اللي عندها عندها المال وعندها الاليات والاجهزه واللي عندها الاموال تاع الخزينه العموميه اللي تصرف جوستومون باش حنا نقدروا نعيشوا في الامن في المنطقه. وشكرا، هذه هي برك اللي حبيت نقولها، وبالك نعطوا الكلمه اللي بعده. نعطيك رد خفيف اخضر، تعطيني انا رد على واش ما نبقى اخذ ورد انا وياك ولا كيفاش؟ لا دقيقه برك نرجع لك على هذه، لانه شوف كما تقول لي انت اعتبر باسم الدوله، ما اسم الدوله، انا سميتك الاسماء بمسمياتها. من يحكم في الجزائر، من يسيطر في الجزائر هم الجنرالات، نقطة وانتهى. السلام عليكم. صح، شكرا، الله يخليك، ميرسي بوكو، عطيتنا علم جديد. بلال تفضل. نو بلال هدر، شوف عمر نسيم وبعد. عمر اوكي، عمر تفضل. السلام عليكم. عندي مصادر موثوقه باللي حنونا ما تهضرها يرحم باباكم، اليوم هذه الهضره هذه تاع زيطوط وتاع امير ديزاد وتاع الخربيات وتاع الهه الوعي اللي كاينه هذه في الفيسبوك، نحكيو بمنظور عقلاني، منظور لوجي. انا نشوفو نعاودو نولو جوست لهاد الخطاب. انا نظن الله اعلم، يعني بالنسبه لي يعني المنظور هذا بعد الانتكاسه اللي صارت بالك في الامم المتحده تاع الخارجيه المغربيه، واللي كانت ما نسميهاش رد فعل، ولا نسميها عمليه شغل كيفاش نقولوا، مش كيما واحد يدير العاب الخفه ولا يدير شغل لا ماجيسيان لي سي دو شغل دو كونسونتري باش تكونسونتري مع حاجة أخرى هو يدير حاجة أخرى. دونك ما باش اسكو فهمتوني، مي سيتي سا وفات، سيتي جوست كري واحد لازيزاني دان كوتي وأفونسي دان أوتر كوتي. الخارجية الجزائرية هذاك واش كنتسنى، دونك إلا لو ماركيتو داير العمامرة، التحركات ديالو هادو لي ديرني جور سيتي با تحركات زعما شغل فيديو تشهير ريسامون، راح لتونس من بعد راح لليبيا دوكا راح لمصر. دونك التحركات هادو تحركات يعني غريبة شوية، وأمور تاع الدبلوماسية اللي راهم اللي رانا نشوفو فيهم سيكو بالك يقدر يكون فيها ماشي تصعيد من بعد، مي راح يكون فيها هادو العمامرة بالك الحوس على تقوية الجبهة الخارجية تاع الجزائر باش يجيب محباليش أنا هذه إذنفو ولا يجيب اعترافات ضمنية على أمور هما محبين يديروهم. الخارجية المغربية دوكا ولا الملك والحاجة اللي دارها وشكو جو تخوف بلي راه مشغول ستانجو دي شاك كبير، راك شايف يبين للعالم باسكو في زوج تحت الطابلة يطرقو تحت الحزام فوق الطابلة اوني جونتي اون شيرش لابي اكسيتيرا لابي في المنطقة اكسيتيرا، يعني في زوج عندهم مصالح تاعهم. اللي يقول لك باللي البايب تاع الغاز دير بالك باللي الماروك دوكا راه عطاك نيجيريا باش يجوز البايب تاع الغاز من نيجيريا باش يجوز ديريكتومون لوروب، وليو كي كان راح يجوز على الجزائر، يعني باش نشوفوا باللي الحرب هذه لا نايضه بين الجزائر والمغرب، ماشي الصحراء الغربيه سي بوكو بلوس هذاك البايب، لانه كان يجوز على الجزائر تستفاد منه بزاف
أدور في لو كان يتزعل المرض مرض تستاهل منه بزاف شكون اللي راح يدير يعني أنا واش راني نشوف أكتيفمون سكو اللاعب اللي راهو يندار فوق الطابلة سي أنسام وني دي زامي أيا نفتحو صفحة جديدة إكسيتيرا تا 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 هاد الأمور كاع مي داريير اسمو شرا ويصرا وظاهر ما نقدروش نعرفو حنايا حتى من بالك يلحقونا لي زانفورماسيون باش يلحقونا المعلومات هما محبين يلحقونا يعني واش حبيت نقول يعني أون ريزومي الرأي اللي رانا نشوفو فيه اكتوالمون رانا نشوفو بالك جوست واحد لا بتيت فاس تاع لايسبرغ يعني رانا نشوفو غير واحد لافاس اللي راهي باينة هاد لافاس هادي واش راهي تقول راهي تقول بلي بروشان ما راح يكون لا تسعيد لا والو سيكو كما انا بالنسبة لي قريتو كاعتذار يعني ضمني على واش صرا في الخارجية الخارجية المغربية ريسامون و نعم اي ان في صحة جديدة سيكو خلونا من هاد النزاعات خلو الامر هذا عند الامم المتحدة ونسيو نكالميو اللعب شوية باسكو بدا يحتقن لدرجة كبيرة بزاف عمر عندي سؤال بسيط معليش وي خويا وي قلت انت كلام شباب بزاف انه اعتذار ضمني وكامل انه ما رماركيتش انه هذا ما يقدرش يكون عنده علاقه مع اخر زياره لمساعد وزير الخارجيه الامريكي للمغرب وين يعني في عقر ديار المغرب وقال لهم يعني الصحراء الغربيه وقال لهم تحل على قضايا تحل يعني المتحده المساعد الخارجية هذا الأمريكي زاد دار زيارة للجزائر يعني جوست دار زيارة للجزائر وحضر مع العمامة رئيس فيها دونك سي تي با مي مي جوبونس با كو الماروك راهو فريمون زعما حايس بلي يا ان ابوندون لي زاميريكان دونك سي لو مومون كو نديرو نقول لك كيفاش قريتها شغل تاع نتوما زوج دراكم تضربوا جا شي كور من فوق ولا جابكم من فوق الامور كنا لعب الدر راك شايف عندنا لعب الدر عندنا مصالح عندكم حبسوا لنا التمسخير هذا سكيفي في زوج راح يكلميو اللعب ما كاش نسال قلت لك واحد الاختلاف انا وياك رامي قلت لك باللي شوت الحرب اللي راهي صاريه بين الجزائر والمغرب هي حرب ما بين الروس والمريكان يعني في زوج عندهم مصالح ماذا بهم ما تخلطش ناط اختلاف في الصحراء لصحراء اوسيدونتال صارت هذيك لازيزاني كيفاش حبست ديسكور من عند بوتين قالوا لهم حبسونا اللعب في مجتمع عندنا مصالح طب حبست ما كان والو شايف تفضلوا وباري يعني شغل تجيك لما من عند الملك احنا حبسوا يعني احنا نحن كشعوب يعني باش نكونوا ما دخلناش بصح كسياسات الله غالب يعني لا السياسه تاعنا لا تحكم اوطانها يعني كاين دول اقوى هي اللي تحكم وتحكم مبدا يا اما الاكونومي يا اما مبدا ما نقولوش مبدا السلاح بس مبدا السلاح خلاص ولا عليه الضغط دوك ولا السلاح غير عندي سلاح شغل عندي شغل مره تقول لك انا عندي جوج كيلو ضرب في الطاير ما عندها حتى معنى صح قاعد يديك الاكونومي يغلق عليك السلام عليكم شغل اللي يقدر يهبط لك بلادك بتويت فوالا عندي سؤال برك مازال بركة أحمد مازال الدور تاعك نعطوا الناس تتكلم وبعد يجي الدور تاعك وسأل سؤال إذا نسيم نسيم نقرأ واحد الجملة شفتها في فيسبوك ولا لا تفضل عبد الرزاق الفيلسوف المغربي سعيد نشيد تعرفه ألو تفضل عبد الرزاق نسمعه فيك قلت الفيلسوف المغربي سعيد نشيد مشهور هو منذ قليل هبط في فيسبوك تويت نأمل من الجزائر الشقيقة أن تلتقط الإشارة فلن يحمي ظهر الأشقاء أو يعريه سوى الأشقاء هذا الفيلسوف سعيد نشيد الذي عانى في المدة التالية من تغور الحكومة المغربية إذ تم فصله من عمله بسبب مؤلفاته التي تتعارض مع الإيديولوجيا التي تحملها الحكومة المغربية لأصلها من حركة الإخوة المسلمين شكرا عبد الرزاق برازيلي تفضل برازيلي اسكو راك تسمع فينا ولا لا
اوكي اوت. بلكا. السلام عليكم. سلام تفضل. مساء النور كل المتابعين. ظنوا انه عمر اخ عمر كفوا في الكاز هذا كون كاين قوى عظمى خلاص دومونديت عند الجزائر والمغرب الريكول بعد ابري شحال عندهم التصريحات اللي يهضروا اللي قالوا دعم انفصال منطقة القبائل ابري خاوتي بعد الاموا هكذاك شهر لا لا اقل من شهر ربما واحد ولا اثنين يوم ثلاث سنوات عشرين يوم دوك كيفاش والاخر باينه بلي كانت بدعم من المالك هذوك التصريحات اللي داروهم في ديك تاع حركه عدم الانحياز سيمينار هذاك بعد اقل من 20 يوم او ولا شهر يعاود المالك يعاود يهدر كلام مغاير كاع قال نطلب من الاشقاء فتح الحوض سكيفي كيما قال اخرون كاين مع المية قالوا لهم خلاص لازم له ركل الرجوع قالوا انت افونسيت في الهضره انت هدرت انت هدرت انت ورجعت وكذا من تصايد وكسكتوا عليهم كيما الاب هذاك اللي سكت ولادو صغار شكون هذو القوه العظمى لو سمحت اللي ننتموا ليهم واللي احنا نخدموا عليهم مدى الحياه شكون هذا اللي يقول الجزائر صايو شكون شكون يقول هذا الجزائر راكم هدرتوا راكم قلتوا باللي جو بونس سيد الولايات المتحدة دبل ربي حضرت ولا لا هذه احنا هكذا ونقعدوا هكذا الانتماء ونخدموا احنا المصالح واي حكومة تجي كل سوا حكومة الجزائرية ولا الحكومة المغربية يخدموا مصالح الدول الكبرى يبقوا هكذا ونبقاو بون نأمل نكون يكون ماشي تغيير نكره هذه الكلمة تاع التغيير مش من التغيير هذا عندك ملايير الدولارات هنا المصالح تاعهم راهم هنا كيما الأب اللي سكت ولادو قال خصاي سكتوا علينا خلاص حبسوا برك انا مسونطاش انت دير الخطاب تاعك لو ركول قال نطلب بالفتح خلاص سكتوا وصاي من بعد الجزائر يعاودوا يرجعوا بأقل حدة كيما الاول ما تعاود تبقى تمشي الاله باسكو هما الصراع هذا ديجا ما يساعدهمش وهما يتحكموا في الصراع كيحبوا يشعلوا يشعلوا كيحبوا كيما قالوا بكري يحبوا يطلعوا يحبوا يهبطوا يهبطوا هنا الحكومه تاعنا مجرد فصاده استخدم بها السلام عليكم هذه من بوت فليقه خوتي انا عندي واحد المداخله حبيت نديرها عندك خويا نكمل برك طيب جزيلا اسمح لي عملت لي قلت السلام عليكم انا كملت اسمح لي معليش اخي ونطلب ان شاء الله يا ربي ما يدخلوش مغربيين متعصبين كيما اللي دخلوا هذاك النار الممكن اخ ناسين او يشفع عليها مليح بعد اليوم واحد الروم شعلت فيها النار رغم الاخ ناسين شفع لها نهار اللي كانوا تصريحات هذا اخ ناسين اكتشف هذاك الروم اللي شعلت فيه النار بعد غلقوه بعد جاء البوس بينا قال لهم سي انا اللي غلقت كنت انا عقل لا روم ومن بعد لا روم اللي فتحناها من بعد احنا وهضرنا فيه بارك الله فيك نامل ان شاء الله ما يطلعوش مغاربه متعصبين وهذوك اللي يبغوا يثيروا الفتنه بون كان اخت ماريا نورمالمون طلعت معنا مغربيه انا هذه هذا هو رايي انا قدمت رايي وشعب لا علاقة بهذا الصراع شعب ماذا به تكون كلش مفتوح شعب ماذا به تكون تبادلة تجارية شعب ماذا به شو شعب ماذا به هذه هي كاين الاخرين برك اللي غالقين علينا ويخدموا المصالح تاع البراني والسلام عليكم سمحوا لي على التدخل هذا اللي طولت عليكم شكرا خوتي راني نتمنى حاجه على هذوك راني نتمنى هذوك المتعصبين تاع دفتر تاع هذاك الروم يجوا يقولوا لنا واش رايكم بالخطاب تاع الملك ارام هنايا راهم يسمعوا راني نافيتي فيهم ما حبوش يطلعوا انا عندي مداخله فقط حلو قوس كبير واسمو كونتكست بون كان خلطنا لي زالجيريان كيما ناسيم عايش في فرنسا ما يتباش لا بوليتيك تاع فرنسا دوماج سي كي وصل البارح
البارح ديجا رين قصر اش بلاي سي فاي اذا ناس يمكن يديو كوموند د لافورماسيون لو مين يسبدو لا ديفونس تاع ديال تاع ديرايا سمحتك وبقات ميوت باسكو سي بيان تفضل المغالطه تاعتي من غير المغالطه نو باسكو في الحقيقه ماشي فرونسي فهمو كاع اش صار لو مين يسبدو لا ديفونس تاع ديرايا بعث ميساج ماكرون بور ليزيو كرح يديروا اونكيت وراح يلقاو شكون وراح يعطلو كامل لي زانفورماسيون وراح يبيعو كلش ورايح سيتاجير راح اسرائيل لو مينيستر دو لا ديفونس اسرائيل يفا اتاكي ديريكتومون لو ماروك باسكو لي ريلاسيون فرانكو اسرائيليان اي سون بلوس امبورطون كو لي ريلاسيون هادوك اسرائيل مع المغرب باسكو على بالنا بلي اسرائيل الصديق تاعها عنده واحد الصديق فريمون ماشي عادي اللي هو فرنسا اللي عطات لها السلاح النووي اللي دعمتها اللي مشات بالقضيه تاعها اللي جابت لها اعتذارات من المانيا اللي جابت لها بزاف عفايس دونك لافير هادي كي واحد شم القارص حماضت عليه حبي يجي يتقرب حبي يجي يتقرب باش ما زعما يقولوا كي لا جيري غلطنا معاكم اي تو سا مي بون بابا ما نروحوش بعيد ما تمشوش في الخطه باسكو جو بونس كيف الايامات القادمه راح نشوفوا واحد لا بوليتيك اللي راح تنتهجها بزاف واحد الدول من اوروبا ديجا كاين واحد الدول بدات تنتهجها كيسا سوا اسبانيا ولا المانيا كونتر لو ماروك راح لا بوليتيك هذه دوك راح تزيد تبعهم فيها فرنسا واذا تبعتهم فرنسا في لا بوليتيك هذيك باسكو لا ماكرون عارف بلي المغربيين يسبيوني في التليفون تاعو اللي يستعملوه بزاف ماشي زعما قال التليفون التليفون تاعو بيرسونيل كانوا يسبيونيو فيه دونك لي ريلاسيون بيناتهم ما يقدروش يقعدوا نورمال